علم الأوفاق للأرقام أهمية كبيرة، ولطالما سحر الإنسان بالأرقام وبمعانيها، خصوصا لما يتأمل هذا الكون الفسيح ومدى دقة انتظامه، فكل شيء يتحرك في إطار نظام مدروس يمكن أن يكون جزءا من معادلة حسابية شديدة التعقيد وممثلة بأرقام، حيث يمكن تمثيل المكان بثلاثة أرقام: العرض والطول والارتفاع، وتضع الأبعاد الثلاثة. ويمكن تمثيل الزمان بأرقام اليوم والشهر والسنة والوقت. ولما كان الإنسان قلقا دائما على مستقبله، حاول أن يستنبط طرقا حسابية لتحويل اسمه إلى أرقام، ومن ثم يدخل الرقم الذي يمثل اسمه في حسابات مع أسماء أخرى يقدسها كأسماء الآلهة والملائكة وملوك الجن، أو حتى مع آية أو سورة عينة من الكتاب المقدس الذي يؤمن به. وبعد عدد من عمليات الجمع والطرح والقسم والضرب بين عناصر مختلفة بينها اسم الشخص، يتم حساب نتيجة نهائية. تدخل تلك النتيجة ضمن أشكال هندسية مثل مربعات ونجوم ومضلعات سحرية، وتضع سحرية لأن لها قوة رقمية خاصة، لأنها تعطي نفس مجموع الأرقام في سواء تم جمعها بشكل أفقي أو عمودي أو قطري. وهناك ما يدعى بالوفق أو المربع السحري، وهو مربع مقسم إلى عدد من الخانات، ويسمى الوفق مثلثا إن كان لديه 3 خانات في كل ضلع منه، ويسمى وفقا مربعا إن كان لديه 4 خانات في كل ضلع منه، ويسمى وفقا مخمسا إن كان لديه 5 خانات في كل ضلع، وهكذا. وكانت المربعات السحرية أو الأوفاق معروفة لعلماء الرياضيات منذ القرن 7 الميلادي، عندما احتك العرب مع الحضارات الأخرى أثناء نشرهم للإسلام، خصوصا مع الهنود والفرس أو ثقافات جنوب أسيا، فتعلموا علوم الرياضيات والفلك من الهنود، فيما تشير مصادر أخرى أن تلك الأفكار أتت من الصين. وبدأت الأوفاق ذات النمص الخماسي والسداسي تظهر في موسوعة في بغداد في سنة 883 بعد الميلاد، كما احتوى كتاب رسائل إخوان الصفا على مربعات سحرية بسيطة كانت معروفة أنذاك، وتعود إلى ابتكارات علماء الرياضيات العرب. وسوف نعرض لكم عددا من الأفاق. اولا، وفق مخصص للشفاء. على الرغم من ان الشافي هو الله وحده، لكن هؤلاء السحرة الذين يلقبون واحدهم بشيخ معالج بالقرآن الكريم يدعون انهم توصلوا الى شكل وفق مثلث يدخلون فيه رقم سورة من القرآن الكريم تتحدث عن الشفاء، وهي: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ورقم ترتيبه 583 في القرآن الكريم. والطريقة هي الارقام السحرية الداخلة في حساب الوفق، واسم المريض حسب حساب الجمل، رقم الآية وهو 3583، وكلمة يا هو ويقصد بها نداء الله، وهي 22 حسب حساب الجمل. طريقة حساب وتعمير الوفق: تأخذ عدد الآية وهو 3583 وتقسمه على 3، وتأخذ الصحيح من القسمة دون كسور، وننقص منه اسم المريض ونضيف 22 إليه. أما طريقة تعمير الوفق، يوضع على نسق بطت زاج واح خال الوسط، وتكتب اسم المريض وأمه في الخانة الوسطى للوفق، وكتابات حول الوفق: الدعوة على رؤوس العقود، وتدور كتابة على الوفق حروف مفرقة: اللهم إني أسألك يا هو 22 بحق آياتك العظام البينات أن تشفي كذا من كذا وكذا، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا الحبيب النذير المشفع الأول الرسول الأخير. شروط وطقوس: يشترط التحصين وقراءة آية الكرسي 21 مرة على ماء ومن ثم شربه. تقرأ نفس الآية المذكورة على الوفق، تعمل 3 أوفاق، الأول يتم تبخيره والثاني يمحى والثالث يعلق. شروط القوى السحرية للوفق: يعتقد العاملين في السحر والشعوذة أن الأوفاق لن يكون لها أي تأثير سحري إذا لم يتم إحاطتها بكتابات مقدسة، أي آيات من القرآن أو أسماء لها قدسية أو قوة خارقة حسب اعتقاد الساحر، فقد تكون أسماء ملائكة أو ملوك جن أو حتى أسماء شياطين يتعامل معهم الساحر. وعلى سبيل المثال، يتم إحاطة أركان بعض الأوفاق بأربع أسماء من أسماء الملائكة، حيث تترابط نهايات أحرفها عند الزوايا وتترافق مع طقوس معينة كاستخدام بخور معين يعتقد أنه المفضل لدى الموكل بتنفيذ الأمنية أو العمل الذي يتمناه الساحر، والموكل هنا هو الجن أو الأرواح. ويتم استخدام حبر معين في كتاباتها كماء الورد، وتكتب أو ترسم على ورق طائر أو جلد حيوان كالغزال للخير أو الثعلب للشر، ونطق تعاويذ معينة تطلب المساعدة من المخلوقات أو أرواح يعتقد أن لها القدرة على تنفيذ السحر كملوك الجن والشياطين. وهنا يتم مناداة أسماء معينة، فإن لم يستجيبوا يصطلح على تذكيرهم بقسم يسمى قسم البراهاتية، سيأتي ذكره في مواضيع مقبلة. وتنفذ في يوم معين من أيام الأسبوع، سبت،
حد أو حتى في وقت معين من اليوم، وقد ترتبط بظاهرة فلكية معينة كأن يكون القمر بدرا أو خلال كسوف الشمس أو خسوف القمر وغيره من أحداث الفلكية. وعندما تكتمل عناصر العمل لتشكل تلك الأرقام تلصما قويا يزعم أنها يحسن ضد الشر أو فوق الملائكة والكواكب. في كتاب شمس المعارف الكبرى لمؤلفه أحمد البوني ورد ذكر أوفاق خاصة لكل كوكب من الكواكب الزهرة وزحل ومشتري، وأوفاق مخصصة لكل ملك من الملائكة الكبار، والمثلث لعزرائيل، والوفق المربع لإسرافيل، والوفق المسبع لجبرائيل، والوفق المسمى لميكائيل، وخصص يوما معينا لكل نوع من الأوفاق الملائكية التي يظهر فيها تأثير السحر بشكل أقوى حسب ما يزعم. فيوم السبت مخصص لوفق عزرائيل، والاثنين لوفق جبرائيل، والأربعاء لوفق ميكائيل، والخميس لوفق إسرافيل. فعلى أي أساس ربط البوني بين أسماء الملائكة وأيام الأسبوع ونوع الوفق؟ ثانيا، علم الأوفاق وحساب الجمل. بني هذا العلم على دراسة طبائع الحروف وأسرارها وما يقابلها من أعداد، ولكل حرف وزن ورقم يقابله. ويؤمن المشتغلون بهذا العلم بقوته وتأثيره، ويسمى هذا العلم باسم علم الحرف. ويرى هذا العلم أن الكون منظم باسم نيمرولوجي، وكل شيء يتشكل ويدور فيه بمقدار تحدده الأرقام التي قد يحمل بعضا منها قوة سحرية، وأن من اشتغل به هو نبي الله إدريس عليه السلام، حيث أن هذه المعرفة وهبت للنبي إدريس. ومن هنا جاء الفعل درس يدرس دراسة، أي التعلم والكتابة. يستند هذا العلم على إعطاء قيمة عددية معينة لكل حرف من حروف الأبجدية، ويمكن أن يكون للحروف قيم أخرى، ولكنها كلها تعتمد على الترقيم الأول لاستنباطها. وأشرف وأقوى هذه الكلمات هي التي قالها الخالق سبحانه وتعالى، والتي انزلها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أي كلمات القرآن الكريم. وتبعا لهؤلاء، فأن الله سبحانه وتعالى بيّن قوة وتأثير هذا العلم عندما أخبرنا أن أول ما خلق من خلقه هو القلم واللوح المحفوظ. وينسب بعض المشتغلين بهذا العلم للإمام العلي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقوله: لو شئت لو أكرت 70 بعيرا من باء بسم الله الرحمن الرحيم، أي لكتبت كتبا عن حرف الباء في البسملة وأسراره تكفي لتحميل 70 بعيرة. وأقوال أخرى بعضها غريب. أساس علم الحرف هو أن لكل حرف قيمة عددية معينة تكون صفة لهذا الحرف أو ما يسمى روحه، وعلى ترتيب أبجد هوس حطي كلمن سعفس كرش تسخز دزغ. والجدول المبين يوضح رقم كل حرف، الجمع الكبير والجمع الصغير. ويوجد عدة أنواع من حسابات الحروف، فجمع الحروف كما هي يسمى الجمع بالحرف الكبير، أما جمع الحروف بتحويلها إلى أرقام فردية مثل حرف اللام يساوي 30، أما تحويله إلى رقم فردي فهو بحسب مرتبة العشرات فيصبح لثلاثة. وكذلك بالنسبة للأرقام التي تتكون مرتبتها مئوية، تحذف المرتبة المئوية مثلا حرف التاء يساوي 400 فتصبح التاء 4، وهذا الجمع يسمى الجمع الصغير. أمثلة المشتغلون به عند السؤال: ما هو كتاب الله؟ نعطي كل حرف قيمته على حساب الجمع الصغير: ميم زائد ألف زائد هاء زائد واو زائد كاف زائد تاء زائد ألف زائد باء زائد ألف زائد لام زائد لام زائد هاء، يعني 4 زائد 1 زائد 5 زائد 6 زائد 2 زائد 4 زائد 1 زائد 2 زائد 1 زائد 3 زائد 3 زائد 5 بيساوي 37. والجواب هو القرآن الكريم. عند جمع قيم الحروف لجملة هو القرآن الكريم نجد أن لها نفس القيمة العددية: هاء زائد واو زائد ألف زائد لام زائد قاف زائد راء زائد ألف زائد نون زائد ألف زائد لام زائد كاف زائد راء زائد يه زائد ميم، 5 زائد 6 زائد 1 زائد 3 زائد 1 زائد 2 زائد 1 زائد 5 زائد 1 زائد 3 زائد 2 زائد 2 زائد 1 زائد 4، وبيساوي برضو 37. سر باطن الكلمة. من قواعد علم الحرف طريقة المقاليب، أي قلب القيمة العددية للكلمة، وهذه العملية يستخرج منها سر باطن الكلمة. فعلى سبيل المثال، ينسب بعض المشتغلين بعلم الحرف للإمام علي أنه وضع كتابا أسماه كتاب الجفر الجامع، ذكر فيه بعض الأسرار القرآنية والعلوم الربانية التي استخرجها من القرآن الكريم. ويقولون أن الكتاب فقد وضعه، ويستنبط أحدهم سبب تسمية الجفر على النحو التالي: قيم الحروف لكلمة القرآن هي ألف زائد
زائد لام زائد كاف زائد راء زائد ألف زائد نون. 1 زائد 30 زائد 100 زائد 200 زائد 1 زائد 50 بيساوي 382. عند تطبيق قاعدة المقاليد تصبح القيمة 283، وهي توازي كلمة جفر على نحو التالي: ج يساوي 3، ف تساوي 80، ر تساوي 200. لذا فهو تبعا لقناعاتهم فأن الإمام علي سمى كتابه بهذا الاسم ليقول أن ما فيه هو علوم وأسرار باطن القرآن الكريم، اسم الله الأعظم. وفي مسعاهم لمعرفة بواطن الأمور كان اسم الله الأعظم واحدا من أهداف بحثهم، مستخدمي نظريات علم الحرف. فمن المعروف أن لله سبحانه وتعالى 99 اسم من ما أحصاها دخل الجنة، لكن هناك اسما واحدا مخفيا هو ما يطلق عليه اسم الله الأعظم.